السلام عليكم، مساء الخير، كيف الصحة، كيف الحال، شو هي وشي هي وشي 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 هي الأخبار. قبل والله نسيت، قبل من كثر روحاتي لتركيا نسيت، لكن توقع أنه قبل روحتين أو ثلاث العام أو قبل العام كان معي اثنين من الشباب، نعم أهل الجبيل، في ليلة يعني قبلها، قبل تلك الليلة اللي بتكلم عنها، قبلها بنهار، سبحان الله كأن الله يريك الشيء. قبلها بنهار مرينا على السوق، مرينا على سوق لالي هذه تحت سلطان أحمد، وانت نازل مخلي بايزيد وراك تنزل نزول يجيك اللي هو بعد بايزيد اللي هي لالي أو يلالي، ثم يجيك الحسكة، ثم عاد يمين سوق العراقيين والسالفة طويلة. بس قبلها بيوم حنا مارين كان فيه كشك يبيع، وكان حاط داخل سحارة رزمة فلوس وعليهم مطاطي دولارات وليرات وفلوس واجد كذا، وطلع هنا أقول سبحان الله كلها حقيقيات. مشينا كملنا يومنا ونمنا ثاني يوم قمنا وهجولنا، ثاني يوم رحنا، نذكر رحنا ببك شاطي الطفل في الجهة الأوروبية، رحنا عشق مقهى، عشق مقابل مكبوس. أذكر أننا لما رجعنا بالليل كان في بقالة تحت فندقنا، حنا كنا ساكنين في بايزيد، يعني حدود بايزيد، يعني بايزيد ما يبعد عني إلا 500 متر، كنا ساكنين مو في سكاي كامر، لا واحد وراه اسمه سبورت بوي. نزلت أنا في بقالة قدامنا كانت ما تقفل، لكن اليوم قدرة انقفلت، ما أدري وكان يوم جمعة ليلة جمعة هو ما أدري إيش اللي خلاها تقفل، هي بس ما تقفل. حنا كنا نجيها الساعة 12 واحدة فاتحة، كنا دائما ننزل نأخذ من عنده، نسيت إيش يسمون الزبادي بالتركي يسمونه، نسيت أكد. نزلت لهم قبل أنزل له قلت لهم تبون شيء، حنا بالعادة نجيب منه فستق ونجيب زبادي، زعجعت فستق وزبادي، بالعادة نجيب فستق وزبادي وحب شمسين وتنسولف وتزين السالفة يعني معها. أنا نزلت وأنا في ذاك الوقت وللحين أكثر شرب ماء، يعني أنا احتياجي من الماء تقريبا 4.5 لتر، كل كيلو جرام تحتاج، كل كيلو، كل 20 كيلو جرام تحتاج لتر، فكنت شارب ماء على اني ماني بنازل وتوني متروش لابس برمودا وخلاص يعني باخذ وضع النوم، فخلاص جاني الجوع مع ان تونا متعشين، فقلت لهم بنزل. نزلت ولا البقاله مقفله، في بقاله ثانيه لازم اتعدى بايزيد وروح جهه ماكدونالد، كني نازل جهه ايا صوفيا، في بقاله من هناك رحت له وجبت منها الاغراض، وأنا في نص الطريق الله يعزكم خلاص يعني أنا شارب ماء واجد، فقمت تلفت يمين، كانت الساعة 1:30 2، قمت تلفت يمين ويسار، يعني أتذكر الله يعزكم دورة المياه اللي حولي، فما في شيء، في شيشة من مقهى حق شيشة ومقفل بعد، فدخلت أدور، فدخلت نافذ بدون شعور، دورت أقرب زاوية الحمد لله. في تلك اللحظة كان طايح، في اللحظة الحرجة ذيك كان طايح تحتي رزمة فلوس عليها مطاطي، نفس اللي بالسوق حق الألعاب، أنا والله ما قد تعاملت بالدولار، يعني كله دائما تعلم بالليرة وشوف الدولار من بعيد لبعيد ومحلات الصرف، لكن ما لمسته بدي شوفه مع أخويا، لكن ما لمسته بدي، ولا في ربطة طايحة، وأنا قلت سبحان الله هذه كنا ربطة السوق، وكنت خلاص يعني مدبر، فرجعت وخذيتها ودخلت الغرفة، أعطيتهم مكسرات، دخلت الغرفة أني كنت خلاص تعبان، دخلت الغرفة قطيتها هي والمكسرات والزبادي، ونسيت اسم الزبادي بالتركي. ودخلت نمت جنب فندقنا اللي عارف المنطقة هذيك، في زاوية، في زاوية فندق سكاي كامر، في الزاوية صراف وجنبه مقهى، حتى المقهى جلسته حلوة يعني على الطريق تشوف الرايح والجاي، على قولت الكويتين طماشة. فعندي فلوس بحولهن، وشكيت الفلوس هذه اللي معي
وذان وبيتأكد ولا بيعلم اللي معي، يعني يمكن الفلوس بتطلع حقيقية وبعدين نشوف لها كذا يعني مخرج ومدخل. فسحبت منهن 100 ونزلت فيها وحطيتها بين الفلوس السعوديين وعطيته. حولها وارجع حسب الفلوس، لان 5000 دولار ناقصها 100. شا العلوم شا السوا. وارجع للفندق وحط عنده رقمي التركي والسعودي، كذا حد ضايل له شيء يتصل عليه. ورحت لفندق سكاي كامر وحطيت عنده الرقم السعودي، كذا حد ضايع على شيء يتصل عليه. سكت، خلت الفلوس، كمل رحلتنا. طبعا رحلتي انا كانت جزئين في ذاك الوقت، رحت انا بالحالي جلست 7 ايام، ثم جو الشباب واجهتهم، رجعت يوم للسعودية، ثم رجعت لهم، يعني رجعت الصبح الفجر ونمت في عنك، الساعة 11 رجعت ثاني مرة طرت لهم، كان عندي ظرف لازم أرجع ورجعت لهم، وباقي بكمل معهم 10 أيام. خذيت معي الفلوس، وهذا طبعا كانت في الروح الثانية، ما حد جاني، رجعت من السعودية، رجعت ثاني مرة تركيا بعد 3 شهور، مريت عليهم كيف الحال، هذا رقمي السعودي والتركي، إذا حظي له شيء ما جلست من الفلوس، كملت إجازتي هناك، رجعت بعده جلس في السعودية حول 6 شهور، رجعت ثاني مرة تركيا، كانت رحلتي هذه يعني 20 يوم تقريبا. جلست دخلت على الفندق نفسه، رجعت لهم حظي له شيء، هذا رقمي السعودي، قالوا لا خلاص أجل وجبة الصرف، صرفته. المقصد الجمعة اللي طافت أنا راجع من دبي، راجع بسيارتي، ما طولت في دبي، والله ما طولت، يعني جلست بس في دبي تقريبا 14 يوم أو 13 ما أنا متأكد. رحت تاريخ 24 عربي، رجعت يوم الجمعة تاريخ، أتوقع أنه تاريخ 5 أو 6 أو 7، الوكاد أنا رجعت. لما وصلت لفة السلع أنا بدخل في على اليمين، أذكر في مسجد وفي مطعم وفيه واحد يبيع شرايح، وفي بعد أظنه بنشر أو كهربائي، بس أنا أجل مطعم هذا دائم وأنا داخل، عنده لحم مستورد عنده لحم نعيمي، عنده برما وبابر، ما أنا نستهيد الشوربة، فمريت عليه كليت عنده، طلعت ثاني مرة وخطرت موقف التريلات، وموقف تريلات محل بروح جهة المسجد، بروح أغسل في المغاسل هناك، في سيارة قدامي حركت للأمانة صحيح، والله العظيم ما أدري شنها، يعني ما كنت ما التفت لها شنها، بس في سيارة حركت شوف قدام، ما أدري هي جيب هي تاهو ما أدري شنها، ولأني كنت يعني كنت جعان وشبعت وبروح أغسل، وما في حولهم يعني أبي شاي أخضر، فجالس أفكر وين ألقى شاي أخضر، وبعد المنفذ كل شيء ما في محطات، فكان تفكيري كله في الشاي الأخضر. أول ما فتحت باب سيارتي ونزلت، إيه مو علي، لا ما علي ثوب، علي بدلة. فحطيت رجلي أنا كأني دست على، حسبني دست على وسخ، بس وسخ من نوع ثاني. دست على شيء ورفعت رجلي على طول كذا، يعني لا يكون شيء يعني عفن، الله يعزكم. لما رفعت رجلي إلا هي فلوس 1000 إماراتي، نزلت يدي عليهم مطاطي وخذيتهن، حسبت هنا لان كلنا برقة 1000، لان 13 20. ال20 ايش دخل بال13؟ مبين ان هذا توه محولهم من المنفذ، توه داخل في تحويل من المنفذ، احنا دائما نحول عنده، مبينه توه محولهم. بعدين اصلا هو قبل راح وانا جلست بالسيارة، كنت فاتح جوالي توني يعني بدخل وفتحت التجوال وجالس يعني راسل، فنزلت وانا ماني فاطن، يعني انا فاتح الباب ومنزل رجل ورجل بالسيارة ويد على التلفون، يعني أنا ضارب طرقة في جو ثاني. رفعت رجلي هذا الجو، رفعت رجلي لما شفت 1000 ريال انقطع هذا الجو والفيلنج هذا والجو كله انقطع، نزلت وحسبتها، يعني حتى لو السيارة اللي راحت بطرده أنا ما أذكر والله شكله. وبعدين خذيتهن، جتني رسالة كذا وعديت كذا، قطيت الشاحن الخارجي وقطيت الفلوس على الكرسي جنبي ورحت أغسل، جاني موضوع الهاني بعد أنا كنت لاهي فيه. وشغلت وأنا لاهي،
وخطرت المنفذ، ويوم وصلت عند الجوازات التفت للفلوس حطيت خذيت وحطيت بالتكية. لما تحدث المنفذ طرع علي اني ليه ما حطيت رقم عند المطعم ولا عند البنشر ولا قالوا كاد اني يعني نسيت. فيعني علم اليوم واحد من الشباب هي يعني أقدار يسوقها الله لك، يعني هكذا. نعم، بس هذا اللي جاب القصة. هاي هن المرتين الوحيدات، فأنا سولف على واحد أقول يعني لقيت ذاك المرة هناك، يدري هو بالسالفة الأولى بتركيا، بعدين دروا علمتهم عقب عشان ما يقولوا لي ليه ما عطيتنا وليه فلوس ما لين عرفت عليها. فجيت أعلمه قال لي ما شاء الله أول مرة أنت لقيت مرتين بس، قلت لي مرتين، قال أنا لقيت يمكن 20 مرة بس كله ألقوا ريال وبو 5 ريال. ما تبادلني أخذ اللقيتين حقتك. فالحمد لله يعني الحمد لله على عطايا الله.